نروح من نادينا نطير على نيروبي، أن نروح أخبار منتخبنا اللي سافر النهاردة على متن طائرة خاصة إلى نيروبي. طبعا البعثة كانت طبعا برئاسة المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد، وكان كالعادة يعني استقبل طبعا بعثتنا هناك في نيروبي، طبعا سافرنا هناك في نيروبي وكل طاقم السفارة اللي كان متواجد. وزي ما بقول لحضراتكم الأستاذ أحمد مجاهد هو رئيس طبعا رئيس اللجنة الثلاثية، كان هو كمان رئيس البعثة. تواجد السفير خالد الأبيض ده سافرنا في نيروبي، كانوا في استقبال البعثة برضو كل طاقم السفارة اللي بيرحب ببعثتنا هناك، المهندس أحمد مجاهد أعضاء المجلس أعضاء اللعيبة والجهاز الفني، وكلهم الحمد لله يمكن كانت عملت مسحة هنا في القاهرة وكل الأمور الحمد لله كانت يعني المسحة سلبية. اللاعبين تم طبعا الإجراءات والدخول بأسرع وقت ممكن. كان منتخب مصر طبعا عمل تدريبا النهاردة الصبح هنا في القاهرة على استاد القاهرة على استاد بيترو سبورت آسف، وتوجه للسفر على متن طائرة خاصة. كابتن حسام البدري كمان رفض استبعاد أيمن أشرف من الرحلة لكينيا، وعايز أقول لحضراتكم يمكن الجزئية دي الناس بتتكلم عليها بشكل كبير جدا. عارفين أيمن عنده شوية آلام في الركبة، عنده خشونة في الركبة شوية، كابتن حسام البدري أصر أكيد أنه أيمن يكون موجود معاه، وعايز أقول لحضراتكم ما تقلقوش من النقطة دي خالص. أكيد الجهاز الفني يعني اكيد الجهاز الفني والجهاز الطبي بقياده الدكتور محمد ابو العلا مش هيسمحوا باي لاعب لو 1% عنده اصابه. اكيد لو حسوا ان ايمن اشرف مش مؤهل للعب مباراه كينيا اكيد هيأهلوه للعب مباراه جزر القمر ان شاء الله في القاهره، لكن انا متاكد ويمكن على راس القياده الطبيه الدكتور محمد ابو العلا راجل على مستوى عالي جدا جدا على مستوى المهني ومش هيسمح، وكمان الكابتن حسام البدري مش هيسمح ان يجازف بايمن اشرف يلعبوا مباراه وهو عنده شك كمان في اصابه ايمن اشرف، فده موضوع اعتقد منتهي بشكل كبير جدا عندنا كمان، لان زي ما بقول لحضراتكم ايمن اشرف من القوى الضاربه مش في النادي الاهلي بس كمان في منتخب مصر، لكن لو في اصابه او شك في عدم جاهزيته اعتقد مش هيكون موجود في تشكيله المنتخب باذن الله امام كينيا، ويأجل اشتراكه ان شاء الله بنسبه كبيره في مباراه جزر القمر. طيب تعالوا نشوف دلوقتي كده تقرير مع حضراتكم عن منتخبنا الوطني، وبعد كده نخرج لفاصل ونرجع مع اول فقرات الحواريه هنا في البيت الكبير مع عمر البنوبي وتقرير بعثه الفراعنه في نيروبي اليوم استعدادا لمواجهه كينيا. غادرت القاهرة في 3 عصر اليوم بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام البدري بطموحات وآمال لحسم التأهل لنهائيات أمم إفريقيا، متوجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي تمهيدا لمواجهة منتخب كينيا في 6 من مساء بعد غد، التي ستقام بدون حضور الجماهير وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من تفشي فيروس كورونا، في الجولة 5 للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2022. وتوجهت البعثة إلى نيروبي عبر طائرة خاصة وفرتها اللجنة الثلاثية للمنتخب برئاسة المهندس أحمد مجاهد، وأدى المنتخب الوطني مرانه الأخير بالقاهرة صباح اليوم بجميع اللاعبين المختارين وباستثناء المدافع أحمد حجازي الذي تقرر أن يتوجه من جدة إلى كينيا مباشرة، وهو المران الذي أصر حسام البدري على خوضه قبل مغادرة بعثة المنتخب مباشرة إلى كينيا لدخول مرحلة الاستعدادات النهائية للقاء من أجل الاطمئنان على إجادة واستيعاب اللاعبين لخطة المباراة التي وضعها الجهاز الفني والوقوف على التشكيل الأمثل، خاصة وأن المنتخب سيخوض مرانا وحيدا هناك على ملعب نايايو بمركز موي الدولي الرياضي بالعاصمة نيروبي، وهو نفس ملعب المباراة، وسيقام هذا المران بهدف الاطمئنان على اللاعبين وكذلك حالة الملعب التي ستقام عليه المباراة. وينتظر الجهاز الفني للمنتخب تخطي هذه المرحلة بغض النظر عن الصعوبات الموجودة قبل هذا التجمع من حالات إجهاد عامة لكل اللاعبين نتيجة ضغط المباريات وتلاحم المواسم وانتشار فيروس كورونا.
وتسود حالة من القلق بين أعضاء الجهاز الفني بسبب مفاجآت مسحة كورونا التي سيجريها المنتخب الوطني فور الوصول إلى كينيا، والتي من الممكن أن تهدد أي لاعب بالاستبعاد من اللقاء. لذلك قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب اصطحاب جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للانضمام للمعسكر، وعددهم 28 لاعبا، إلى نيروبي تحسبا لأي إصابات أو استبعادات. يحتل المنتخب الوطني المركز الأول حاليا في مجموعته برصيد 8 نقاط من تعادلين وفوزين بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر، ويحتاج المنتخب الوطني لنقطة واحدة للتأهل رسميا لبطولة إفريقيا. وتفوق المنتخب الوطني على نظيره الكيني في تاريخ المواجهات، حيث التقى المنتخبان 4 مرات في التصفيات الإفريقية، وإجمالا التقى المنتخبان في 12 مواجهة دولية معتمدة أخرى، حيث حقق المنتخب الوطني الفوز في 8 مباريات وتعادل في 4، وسجل المنتخب الوطني 20 هدفا مقابل 4 فقط لمنتخب كينيا.